وبنسى ان شاء الله عندنا في المطار. في الدوره الرابعه اللي كتنظمها المديريه العامه للامن الوطني الابواب المفتوحه يعني في النسخه الرابعه ديالها، دونك اللي جات هذه المناسبه هذه باش تكون مع احتفالات ديال 6 ماي. دونك مرحبا بكم في هذا الرواق ديال الحدود الذكيه، هذا رواق ديال شرطه الحدود، دونك كيعطينا جميع المهام اللي كتقوم بها شرطة الحدود على مستوى المطارات الموانئ والمعابر اللي هي البرية. شرطة الحدود هي تخصص من التخصصات الموجودة على مستوى مديرية الأمن الوطني، دونك كتهتم بمراقبة الأشخاص والأمتعة ديالهم على مستوى المراكز الحدودية، دونك هي البوابة لدخول المملكة أو الخروج من المملكة في اتجاه يعني الدول الأجنبية. شرطة الحدود كتقوم بمهام متعددة منها السلامة والأمن، يعني الحفاظ على المنشآت يعني من المطارات والموانئ، يعني الحفاظ على السلامة ديال المسافرين، يعني تطبيق النظام والقوانين يعني الدولية في ميدان ديال السلامة الجوية وديال المسافرين على مستوى المنشآت.